مرحبا بكل حضراتكم من جديد. الحقيقة الفراعنة بيواصلوا الانتصارات، ونقدر نقول ان تألق تريزيجيه كان من اهم العناوين اللي ناس كتير طلعت بيها بعد المباراة الأخيرة بين ماتش بين منتخب مصر وبين سيراليون. عندنا كلام كتير قوي الحقيقة هنتكلم مع حضراتكم فيه يخص الفراعنة، يخص منتخب مصر اللي حقق حتى هذه اللحظة العلامة الكاملة في ماتشين مهمين جدا بعد الجولة الثانية من تصفيات كأس العالم 2026. هنتكلم في كل التفاصيل دي مع ضيفنا اللي منورنا الأستاذ سامح سمير الناقد الرياضي. صباح الفل عليك واهلا بحضرتك. صباح الفل يا استاذ كريم عليك وعلى استاذه نهواند وعلى الساده المشاهدين. صباح الخير يا فندم. وهخش انا بقى في الموضوع على طول اللي لفت نظري ونظر ناس كتير، وكان عندنا علامه استفهام صغيره كده. بغض النظر عن المستوى وان سيراليون فنيا في حته مختلفه شويه، وبغض النظر عن تاريخنا معاهم اللي هي يعني برضو مش الافضل تماما، احنا تعادلنا قبل كده وغيره، لكن احنا كان عندنا وصول لمرمى الشناوي يعني كتير جدا. فهل ده يعني نقدر نقول كده مشكلة عندنا في الدفاع، مشكلة عندنا في التشكيل، ولا هي فرقة ولا منتخب امبارح وريتك ان هي فنيا قوية جدا، ولا انت كان عندك مشاكل في الاعداد؟ يعني ليه وصل عندي اكتر من مرة وبشكل كبير جدا؟ لولا تألق الشناوي كان ممكن فعلا، والتصريح اللي قاله المدير الفني لسيراليون واللي هو مضحك ومبكي، عارف اللي هو يعني بص وصلنا لايه، ان بيتقال مع فرقة بعيدة جدا احنا او منتخب بعيد جدا احنا كان ممكن نفوز على منتخب مصر. يعني وحشه مش حلوه. وحشه، ما ده اللي احنا قلناه لو تفتكروا ليله ماتش الجزائر، كنت متواجده واتكلمنا عن ماتش الجزائر وقلت لي انت احبطتني خالص، واحنا هنعمل ايه في كاس الامم الافريقيه وهنعمل ايه في كاس عالم، وقد كان ايه الحكايه وقد كان. بس الحمد لله، بصي خلينا نتكلم ان فيتوريا محظوظ جدا بشكل غير طبيعي. طبعا النتائج ماشيه معاه، المستوى ماشي معاه، عدد النقاط ماشي معاه، المجموعه ماشيه معاه، مجموعه كاس الامم الافريقيه يعني شويه، بس الدنيا لطيفه شويه بالنسبه لفيتوريا وبالنسبه لمنتخب مصر. طبعا عندك مشاكل، فانت عندك مشاكل طبعا مش قليله. المشاكل الدفاعيه امبارح كانت ظاهره بشكل غير طبيعي لمنتخب مصر. فوجئنا انك بتوصل لمرمى الشناوي مره واثنين وثلاثه، فوجئنا ان كور في العارضه وكور انفرادات بيه الشناوي. يا جماعه انت ما بتعبش الجزائر ولا بتعبش غانا؟ ايوه ايه الحكايه وايه الروايه؟ انت ليه واصل؟ قبلها بايام معدوده كان في ماتش مصر وجيبوتي احنا نسينا وجود الشناوي من كتر ما اسمه ما بيتقالش، ما فيش ولا هجمه عليه. لا دي حقيقه طبعا، فرق كبير جدا ما بين جيبوتي وسيراليون، وده اللي انا قلته قبلها. قلت احنا بنقابل فريق صعب. بمناسبه المنتخبات اللي ما تسمعيش عنها كتير هي المنتخبات اللي تخافي منها. من اول جزر القمر اللي كان ظاهر في كاس الامم الافريقيه الاخيره وعمل نتائج رائعه امام اصحاب الارض الكاميرون، وكل ما بطلع في برنامج بقولها انهم يستحقوا حتى هذه اللحظه ان احنا نتكلم عن منتخب جزر القمر. وده اللي تشوفي في منتخبات كثيره جدا، ما بقاش في فريق كبير وفريق صغير، فريق صاحب حضاره 7000 سنه وفريق لسه طالع اول امبارح. كره القدم اصبحت لا تعترف سوى بالعطاء والجهد داخل الملعب، خاصه في القاره السمراء، لان بيبقى الجهد المبذول فيها كبير جدا. وده اللي شفناه. مباراه جيبوتي كانت يعني متواضعه جدا، جيبوتي نفسه طالع بيقول انا مش عايز اكسب منتخب مصر، مش هعرف اكسب منتخب مصر، انا طالع عشان اجي ثالث او رابع، يا ريت اطلع رابع المجموعه، ما عنديش اي فرص او اي احلام ان انا اوصل لكاس العالم نهائيا، عارف قدراته وامكانياته. لكن سيراليون موقف كان مختلف تماما. المدير الفني قالها وانا حضرت بدأ ليله المباراه ان المنتخب سيراليون جاي عشان يهاجم منتخب مصر، هو قالها واعلنها، قال انا هاجم منتخب مصر، هلعب بروح عاليه جدا، هحاول ان احصر لعيبه منتخب مصر واقفل على مفاتيح اللعب وقد كان. ولكن خبره المنتخب الوطني، جمله تكتيكيه اتلعبت بشكل رائع، محمد صلاح ومصطفى محمد وتريزيجيه. تريزيجيه امبارح كان فوق العاده، ولازم يديله حقه بالمناسبه ان هذا اللاعب وصل لست اهداف، هو انفجر مع فيتوريا، سبع مباريات احرز ست اهداف، رقم عالي جدا. ما حققوش مع حسام البدري جاب هدف، ما حققوش مع كيروش جاب هدف، حتى اجيري لو تتذكروه جاب حوالي اربع اهداف مع اجيري، فده الانفجار الاخطر لتريزيجيه. وطبعا انا بحيي الاخراج والاعداد معانا اول باول، وتريزيجيه يعني معانا طبعا حاجه عالميه يعني. فتريزيجيه يستحق طبعا المباراه امبارح. بصوا بقى كمان امبارح سيراليون بيلعبك ازاي. انت عندك مشاكل في ارضيه الملعب، النجيل صناعي عندك مشاكل في الالتحامات، الناس اللي بتقعد تقول محمد صلاح بيخاف على رجليه، اصل هو ما بيحبش يلعب في منتخب مصر زي ليفربول. يا جماعه اتكلموا بمنطق شويه، محمد صلاح هذا اللاعب الخلوق اللي بيعشق تيشرت منتخب مصر واللي عاصر اكثر من جيل، وكان اخرهم جيل الحضري وتريكا و و وحاول ان يوصل لكاس العالم لحد ما وصل. امبارح كان صعب جدا نلعب في اجواء هذه المباراه، امطار غزيره قبل المباراه، ملعب
اه طبعا نسبه رطوبه عاليه جدا، ملعب نجيل صناعي، الالتحامات فيه قويه وخطيره جدا. ساعات سفر طويله جدا لغايه كمان 8 ساعات طبعا طبعا. لا سيبك من دي، ده طبيعي وده المنطقي ومفروض تاخد على ده، ولكن اللعب في افريقيا صعب يا جماعه، وده اللي احنا قلناه انك انت تجيب مدير فني. امبارح فيكتوريا قاعد برده المباراه صعبه، الاجواء صعبه، الجو صعب عليه الراجل الاوروبي اللي جاي من البرتغال عشان يواجه هذه الاجواء الافريقيه، كانت صعبه جدا. هو ده الاختبار بقى، هو ده اللي احنا اتكلمنا فيه، انك انت تجيب مدير فني يقدر يلعب معاك في الاجواء الافريقيه، انك انت تبتدي تبص لنفسك مباراه تلو الاخرى، تحط ايديك على نقاط القوه والضعف، وانت خاصه داخل على كاس عالم مفيش هزار، الجماهير المصريه مش هتتقبل تماما انك انت ما توصلش كاس عالم، داخل كاس امم الافريقيه اللي وصلت للنهائي مرتين في 2017 والنسخه الاخيره مره امام الكاميرون ومره امام السنغال، وبتخسر المباراتين مره 2-1 ومره بركلات الجزاء الترجيحيه. صعب جدا ان منتخب غائب من 2010، بطولات غائبه من 2010 على 14 سنه. على ذكر افريقيا بالمناسبه، احنا كده كده بعد ما انتهينا من مباراه سيراليون كده كده هنقفل ملف المنتخب مؤقتا لغايه يونيو بقى 2024، كل سنه وانت طيب. لا لغايه ايه ده؟ لغايه هي كلها اسبوعين ثلاثه عندك كاس. لا انا بكلمك على صعيد تصفيات كاس العالم، لكن الامم الافريقيه خلاص احنا فتحنا صفحتها بالفعل. في ضوء اللي حضرتك شفته لمنتخبنا في الماتشين اللي فاتوا، جيبوتي وسيراليون، الى اي درجه انت مطمئن على اللي جاي؟ اخذا في الاعتبار ان حضرتك طبعا اكيد ما عندكش ذره شك في ان اللي جاي اقوى بكتير من اللي فات. طبعا هو عشان كمان اكون رديت على سؤال نهاوند بالنسبه للاخطاء الدفاعيه اللي كانت كثيره جدا، وده اللي لازم نعمل حسابه في كاس الامم الافريقيه. احنا عندنا مشكله في قلب الدفاع، عندنا مشكله في اللي بيلعب جنب محمد عبد المنعم. محمد عبد المنعم مدافع منتخب مصر، مش هنقول بقى اهلي وزمالك خلاص، مدافع المنتخب من اقوى المدافعين في القاره السمراء. صحيح. بالفعل هذا اللاعب يستحق الاحتراف في وقت معين والخروج خارج مصر تماما. طبعا. ونفرح له ونسقف له. محمد عبد المنعم المشكله مش فيه هو، محمد عبد المنعم عنده قدره كبيره جدا على الارتداد، قدره كبيره جدا، هو يغطي ورا الجناحين لما بيطلع، لان فيكتوريا بيعمل استريتش للملعب كده وبيخلي الظاهرين بيطلعوا، سواء كان عمر كمال عبد الواحد وصلاح يدخل لجوه شويه او يطلع فتوح ويدخل تريزيجيه او مرموش شويه. عمل نفس القصه في مباراه امبارح بالنسبه لمحمد حمدي ومحمد هاني، فلازم التغطيه تكون فعاله بشكل محترم جدا. طبعا. محمد عبد المنعم عنده ده، يعني لازم نقول شابوه لعبد المنعم، لانه طبعا ظهير مدافع ولا احلى في القاره السمراء، مش في الاهلي او المنتخب فقط، لكن المشكله في اللي جنب محمد عبد المنعم. محمد عبد المنعم انا قلتها هنا واحنا قاعدين مع بعض، لما قلت لي تتوقع تشكيل المنتخب ايه وتناقشنا، قلت لك يا ريت ياسر ابراهيم يكون متواجد جنب محمد عبد المنعم. ليه؟ لان الاثنين عندهم توازن في النادي الاهلي، عندهم كيمياء في النادي الاهلي. ياسر ابراهيم سريع شويه، ياسر ابراهيم بيقدر يفهم محمد عبد المنعم وتحركاته. فالازمه هنا عندك امبارح كانت في علي جبر او في اللي موجود جنب محمد عبد المنعم، وده اللي ظهر بشكل كبير جدا امبارح. ماتش امبارح محمد عبد المنعم مش بس كان بيدافع عن المنتخب، ده بيدافع عن محمد صلاح وقت ما الجماهير كمان نزلت تقتحم ارضيه الملعب، بيدافع بكل كلمه دفاع ما تعنيه من معنى. محمد مقاتل جدا وعاشق لكره القدم، وبيبان ده على ملامحه داخل الملعب وخارج الملعب بالمناسبه، لحد ما يصل الفريق للنتيجه اللي بيامل فيها الكل. فدي اللي عملت ازمه امبارح، كان عندك اختراقات في النواحي الدفاعيه، كان عندك لعب في ظهر المدافعين وظهر الباكات الاطراف بشكل غريب جدا، فمش قادر بقى علي جبر مع محمد عبد المنعم. وده اللي حصل امبارح، ان الشناوي امبارح كان نجم المباراه. صحيح. قبل تريزيجيه وقبل اي حد. طبعا. محمد الشناوي امبارح يستحق شابوه، يستحق انك يعني تخلع القبعه كده وتقول اللي هو وحش حاضر معانا افريقيا. اه طبعا، لان هو ما شاء الله طول بعرض. طبعا. ربنا يحمي عبد المنعم الاثنين في الصوره، لان في راحه لما تحس ان في حارس مرمى كبير زي الشناوي وراك كمحمد عبد المنعم او علي جبر، فدي الازمه. سؤالك انك انت قلت لي هنعمل ايه في كاس الامم الافريقيه، هي المشاكل الدفاعيه دي اللي لازم تتحل. لما تروح تقابل كاب فيردي اللي هو الراس الاخضر او موزمبيق، غير لما هتلعب غانا، دي المنتخبات اللي معانا في المجموعه، ودي اللي هيبقى فيها صعوبه شويه. لما تقابل الراس الاخضر او تقابل موزمبيق اكيد هيبقى عندك تشكيل، وامام غانا هيبقى عندك تشكيل تاني، خاصه على مستوى منطقه وسط الملعب واللعيبه اللي بتزيد زي حمدي فتحي في مع المهاجمين، او اللعيبه اللي لازم توقف خطوره المنتخب الغاني. لكن في النهايه لازم نستوعب فكره انك انت منتخب مصر، عشان دايما بيقول لك احنا نلعب بطريقه كيروش ولا طريقه كوبر اللي وصلتنا لنهائي كاس الامم الافريقيه. ما هي مشكله ان بالارقام يا كريم لو بصيت انت وصلت لنهائي كاس الامم الافريقيه، ووصلت المستوى الاخير في كاس عالم بالطرق الدفاعيه، سواء كان عن طريق
كوبر اللي كان بشع في طرقه الدفاعيه البحته تماما، او عن طريق كارلوس كيروش اللي انا بعترف انه كان برضه كان عامل شغل كويس جدا على الارض معاك او في البنيه التحتيه لمنتخب مصر صراحه يعني اه، واكتشف اكثر من لاعب في اكثر من مركز، وكان ليه الفضل في ان هو عرفنا على عمر مرموش واكثر من لعيب ده حصل فعلا. لكن بالنسبه لفيتوريا الراجل هو واضح انه عارف بيعمل ايه كويس جدا، اختبار يلو الاخر. انا شايف انه محظوظ ليه؟ لانه حتى الان مفيش اختبار قوي تماما لمنتخب مصر باستثناء مباراه الجزائر بالفعل، مش هنبص طبعا لمباراه بلجيكا. بالارقام انت عندك فيتوريا 13 مباراه واخد 11 فوز يا جماعه، 11 فوز وتعادل وخساره امام تونس عشان لعيبه الاهلي ما كانتش موجوده والدوري ما كانش لسه ابتدى. عندك قصص كثيره يعني جدا. يعني مسيو سامح خليني اقول لحضرتك على حاجه، الكلام ده كلام رائع جدا وكلام مبشر ورؤيه ننبسط بيها، بس انا من الناس اللي بتخاف شويه لما الاقي مباراه زي استراليون والاقي ان انا الدفاع عندي فيه مشكله والاقي ان الشناوي هو اللي انقذ المباراه. شويه المباراه دي ما طمنتنيش قلقتني، واعتقد في ناس زي كتير يعني. اه طبعا جينا وقلنا صباح النصر ومبسوطين والست نقاط وحالنا العلامه الكامله وغيره وغيره، بس انا دلوقتي اخاف لان اللي جاي سواء بقى على المستوى الافريقي او حتى بعد كده لما نعود مره تانية للتصفيات قصه تانية خالص، مستويات فنيه تانية خالص. فانا لو بعمل ده دلوقتي عندي مشكله في الدفاع وظاهره بهذا الشكل والشناوي اللي انقذني ده مش مطمئن. طبعا احنا لما اتكلمنا يعني نتكلم شويه بقى دايما إيه اه طبعا دايما هتكلم عن الحلقه اللي عملناها ليله مباراه ماتش الجزائر، لان ساعتها قلنا ان مباراه الجزائر قوه المنتخب المصري ومدى شراسته ومدى فكر فيتوريا وكيف يلائم طريقه لعب المنتخب المصري او هل سيرضي طموح جماهير مصر، ده هيظهر في مباراه الجزائر. وقد كان المنتخب كان مبشر شويه ولعبت ب 10 لاعبين وكانت النتيجه كانت مبشره حتى لمنتخب مصر، وتقدمت بهدف رغم الاجواء ثم تعادل المنتخب الجزائري. بدات تحسي ان احنا عندنا منتخب ممكن يبقى شكله حلو، وده بحسه او بقيسه ازاي يا استاذ سامح؟ بقيسه لما ما يبقاش عندي كم اخطاء يعني متراكمه، لما ما يبقاش عندي اهدار للفرص بشكل كبير، ما يبقاش عندي مشكله في الدفاع، ما يبقاش عندي ميس باس كتير، الكلام ده كله هو اللي بيخليني في الاخر اقول انا لعبت وعملت اللي عليا يعني. وده اللي اعتقد الجماهير المصريه محتاجاه في الاول في الاخر. شوف احنا يعني للاسف يعني الكلام اللي كانوا دايما بيزعلوا مني فيه اني كنت بقول ما عندناش منتخب من 2010، فعلا كانش عندنا منتخب. لا اعتقد مفيش حد مختلف يعني، ولكن لا في ناس كتير بتختلف وناس كتير بتجود في الكلام بجد، وشايفين ان احنا بنهاجمهم بلا داعي، لكن في النهايه اتفرجوا يا جماعه على الصوره، احنا نتحدث عن النتائج يعني. النتائج طب ما تفند وجهه النظر دي عشان لو حد متشكك، نفند وجهه النظر الحاليه لو بصينا على الشاشه من اول محمد صلاح لحد مصطفى محمد في التوليفه اللي موجوده حاليا انت معاك قماشه حلوه قوي، نتكلم بصراحه من اول الشناوي حتى محمد صلاح ومصطفى محمد ومثلث الرعب اللي انا بسميه وبتمنى انه يوصل لمرحله مثلث الرعب في افريقيا وفي منتخب مصر، مصطفى محمد ومرموش او تريزيجيه مع محمد صلاح، لو وصلنا لهذه المرحله القماشه دي انت تقدر انك انت تفصلها لمنتخب قوي جدا. انت كان معاك نفس القماشه فترات سابقه؟ لا ما كانش معاك نفس القماشه، او اغلبها اغلب عناصرها اغلبها، ولكن كنت بتحتاج لان التوليفه اللي موجوده تتثبت اللي في منتخب مصر، ومحتاج مدير فني قادر على ان هو يقرا الملعب ويقرا امكانيات لعبته ويجيد اللعب في افريقيا، لانه في النهايه جاي يدرب في افريقيا مش في اوروبا، فكان عندك معطيات كثيره جدا. فيتوريا خلينا ماسكين الخشب انه حتى الان النتائج لطيفه، النتائج حلوه وعامل العلامه الكامله وصباح النصر وقول كل اللي احنا عايزين نقوله ونهلل ونسقف، ولكن في النهايه اقف فيتوريا شوف انت رايح على فين، مشاكلي ايه، انت دلوقتي مشاكلك ايه، معاك قماشه هايله جدا اه، معاك لعيبه محترمه على مستوى عالي اه، ولكن انت عندك مشاكل لازم تتحل على المستوى الدفاعي وعلى مستوى وسط الملعب، وكان لازم تعمل شكل هجومي لمنتخب مصر، ده شفته شويه اه، بدا يبقى ليك شكل هجومي. انا زعلان ان المنتخب بلا طعم بلا رائحه بلا لون بقالنا سنوات طويله جدا، وتعاقبت المديرين الفنيين وكارلوس كيروش وكوبر وحسام البدري وايهاب جلال و و و والنتيجه صفر تحت الصفر، انك انت في النهايه ما خدتش ولا بطوله، وكان تمثيلك في كاس العالم لم يكن تمثيل مشرف بالمناسبه. انا ما طلعتش الدور الثاني، ما عملتش ربع اللي عمله المغرب، ما رحتش اه طبعا كنتش موجود يا جماعه، انا بروح انا جيت كاس العالم هنروح امتى؟ ده السؤال، امتى هنمشي؟ طب على ذكر المغرب، وبالمناسبه احنا بنستشهد بيها دايما والنهاوند دايما بتستشهد بالنجاح اللي عاملينه هناك في المنتخب المغربي. المغرب الى حد كبير دوله شبهنا في كتير من تفاصيلها وحتى في طبيعه علاقه جماهيرها بكره القدم زي عندنا كده. طب ايه الفرق اللي حصل او ايه الفجوه اللي حصلت فنتج عنها ان بقى في جاب كبير بين انجازات
بلاش الانجازات، حتى اداره الملف، ملف المنتخب في المغرب وعندنا في مصر، لا الفرق في ايه؟ اقول لك على حاجه، المنتخب المغربي يعني على منتخب على خطى المنتخب الجزائري، انت عندك مدير فني وطني في المغرب، عندك لعيبه محترفين على مستوى عالي جدا في المغرب، فده اخذ وقت منهم ازاي يصنع المنتج المغربي بصناعه وطنيه خالصه، بدايه من المدير الفني اللي هو ركراكي اللي عمل حاجه محترمه جدا مع منتخب المغرب وسنه صغير وادوله فرصته بالمناسبه، حتى الاعلام، حتى الجمهور، حتى القماشه اللي كانت معاه، وده اللي قلناه. اللي بينقص منتخب مصر مش دي الكلمه اللي بنسالها دايما وما بنلاقيش اجابه، اللي بينقصنا ان احنا نعبر عن تاريخنا حتى، مش انك تعبر عنك ان انت كبير افريقيا، انت مرعب افريقيا، انت رقم واحد في افريقيا، انت اكبر منتخب حصل على نجوم في كاس الامم الافريقيه، اين انت من كاس العالم؟ اين انت من كاس الامم الافريقيه من 2010؟ الاسئله دي يسال عنها اتحاد الكره المصري، يسال عنها جيل كامل من اللاعبين ما كانش عنده مسؤوليه في ان هو يرتدي تيشرت منتخب مصر، يسال عنه الكثير والكثير، حتى المديرين الفنيين اللي تعاقبوا على المنتخب الوطني اللي بقينا احنا نجرب فيهم وهم يجربوا فينا، والنتيجه حرق الدم جماهير مصر، اتكلم بمنتهى الامانه طبعًا. يعني وبقى في فتور من الجمهور على متابعه ماتشات المنتخب اصلا. انت جيت لاخطر نقطه، انا بحييك عليها طبعا على الهواء، لان محمد صلاح نفسه طلع وقالها يا جماعه انتوا فين من تشجيعنا؟ ايه الحكايه؟ ايه اللي حصل؟ انتوا فين؟ واتكلم عن التشجيع، تحولنا لتشجيع الانديه يا جماعه، تحولنا لتشجيع الاهلي والزمالك، تحولنا لتشجيع الانديه بعيده عن المنتخب تماما. العيب في ده مين؟ مين اللي خلى جمهور مصر يمشي من المدرجات؟ ده السؤال اللي نساله قبل ما نقول لهم انتوا فين؟ نتكلم بمنتهى المنطق. انت خليت جماهير مصر تفقد الشغف ان هي تبع في المدرجات، تفقد الشغف ان هي تروح ورا منتخبها. بس خلونا بلاش نتكلم عن اللي فات والنظره السلبيه. لو نفتكر اللي زمان كنا بنحضر 2010 والايام الحلوه دي، كنا احنا صغيرين وكنا بنحضر كنت كل انتوا قبلينا بالمناسبه العنصر النسائي، الامهات والفتيات والشباب والعائلات وعلام مصر على خدودهم وعلى وشوشهم، وكانوا اهالينا بالعكس بيشجعونا نروح، وكانت احلى خروجه تعملها العيله انها تشوف منتخب مصر وتشوف الحضري وتريكا وبركات وتتفرج على مثلثات الرعب، مش مثلث واحد لا، انت كان عندك مثلثات رعب داخل الملعب بتتفرج على توليفه وتشكيله وطريقه لعب ونتائج. ممكن نرجع للحاله دي، ولا الحاله دي جزء كبير منها كان معتمد على خصوصيه اللعيبه اللي كانوا بيلعبوا في الزمن ده؟ شفت انت قلت ايه يا كريم؟ قلت حاله. ازاي ان احنا نرجع الحاله دي تاني؟ هو ده اللي احنا بنقوله، ازاي نرجع الحاله؟ الحاله انك تختار مدير فني على مستوى راقي، نتمنى ان يكون فيتوريا على هذه المسؤوليه ويقدر ان هو يكون مدير فني يليق بمنتخب مصر، ادي واحد. اتنين، ان يبقى عندك جيل من اللاعبين عارفين قيمه منتخب مصر كويس جدا، ويبعدني عن مشاكل الاهلي والزمالك والصراعات والدوري والمنافسات. اكبر بقى، اتعلم ثقافه الاحتراف وانك ازاي تمثل بلدك. محمد صلاح بيجي يلعب معاك ما بيفكرش في ليفربول، الناس اللي بتتحكم عليه وبتتكلم، ما بيفكرش في الدوري الانجليزي ودوري ابطال اوروبا و بيفكر في منتخب مصر فقط. فانت محتاج تغير ثقافه اللاعبين، ومحتاج مدير فني محترم، ومحتاج فتره انك انت ازاي تفصل القماشه دي، انك انت تدخل بيها كاس الامم الافريقيه وتكسب وترجع للبطولات، ازاي تصل الى كاس العالم وتبتدي الناس تشوفك بقى بشكل جديد، ومحتاج حاجه العالم كمان يشوفك بشكل جديد. محتاج ان انا استقر شويه واهدى شويه، وحتى لو فيتوريا هنروح لاوحش السيناريوهات لم يحقق المرجو يعني، واللي هو المفروض تعاقد على اساسه هذا العام، ما يمشيش، لان الاستقرار الاداري مهم جدا، وعلى فكره ده طبيعي يعني، مش شرط من اول ما يتم استقطابه ان هو يحقق نتيجه احنا نتمنى، لكن وجوده مهم، لان هو اكيد هيكون ملم بخبرات كبيره وتعرف على اللعيبه بشكل اكبر، فاللي جاي اكيد هيكون افضل. لا كنت يعني العام اللي بعد كنت عملت كده مع كيروش، احنا ما عندناش كده في مصر. ما هي دي عشان ما عندناش، هي دي امبارح كنت قدام صح. صح والله انت كان عندك امبارح يا كريم كارثه كل ما تحمله الكلمه من معنى، ان منتخب مصر كان ممكن يشيل واحد واثنين وثلاثه من مين؟ من سيراليون. كنت هترحم فيتوريا؟ احنا النهارده كنت هتصحي الصبح تقولي صباح النصر ولا تقولي صباح جبتي الاخر؟ ده المنشات الاساسي يا جماعه. انا امبارح طالع كل السوشيال ميديا، الاساتذه المحترمين الكبار اللي انا بحترمهم عشان ما حدش يزعل، عشان هم هيعرفوا الرسول كويس قوي، طلعوا عن محمد صلاح بعد مباراه جيبوتي
مش امبارح بقى كان يوم الرجل وقال لك ده قالوا ده اله منتخب مصر ده كان اللي كان اول امبارح كان بيقول ان هو محمد بصل لا يليق ان هو يمثل اسم مصر لان هو ما يعرفش قيمه التيشيرت وبيخاف على رجليه وبيهمه الدوري الانجليزي وليفربول هي التفصيله النهارده بيسقفوا له وده اللي هيحصل مع فيتوريا النهارده 11 فوز الكل بيسقف له طب نتعلم بقى من الماضي ما نتعلم ان احنا تكرارنا للموضوع ده بيخسرنا مش بيكسبنا بص خلينا نتكلم بالمنطق ان برضه لما حد يجي يسالني يقول يا سامح انت عايز تقول لي ان انا لو رحت كاس الامم الافريقيه وخرجت من الدور الاول او من الدور الذي يليه الدور الاقصائيه هرحم فيتوريا او لا ما ترحموش حقك ليه؟ لان احنا قلنا ان وقت الحساب يا فيتوريا هيجي بعد اقل من شهر ونص هيجي في كاس الامم الافريقيه انا مش جايبك عشان تعمل لي 11 مباراه كسباني فيهم كام مباراه وديه وتكسب لي مباراتين في تصفيات كاس عالم اللي هي منتخبات في منتهى التواضع في منتهى ملهاش اسم ملهاش تاريخ منتخب سيراليون او منتخب جيبوتي وتيجي تطلع في كاس الامم الافريقيه تخرجني من الادوار حتى الاقصائيه او تخرجني من دور التمهيد او تيجي تخسر من غانا بسكور او تيجي تخسر من كاف فيردي يبقى احنا كده يا جماعه ملطشه طيب ما نزعلش انا عايز اسالك بقى على التفصيله اللي كنت بتتكلم عنها من شويه فكره ان احنا عند اللزوم وطبقا للاهواء بنطلع اي حد سابع سماء او نخسف بنفس الحد ده سابع ارض او نجيب كبش الفدا ما انا قصدي اقول لك بقى التوجه ده احنا وانا هنا بكلمك على الجماهير موجود عند جماهير كره القدم المصريه من زمان ولا التفصيله دي استجدت في الفتره الاخيره او اضعف الايمان برزت قوي بانت قوي في الفتره الاخيره لا هو احنا اخذنا الجماهير عليها على مستوى الانديه بعض الانديه عشان ما نجيبش سيره حد اللي اول ما بيحصل مباراه بيخفق فيها هذا النادي الكبير المدير الفني هيمشي وهديله فلوس وهجيب غيره الصبح طبعا. احنا خلينا الجمهور ما عندوش صبر احنا خلينا الجمهور ولا الاعلام احنا وجهنا الجمهور ان هو ما بقاش عنده صبر النهارده لما فيتوريا يخسر مثلا لما خسر كابتن هو الرياض من تونس. خسر 3-0 بكره الصبح بقى ماشي خلاص بقى خسرت 3-0 ما قبلها كان كسبان الجزائر 3-0 يعني كسبان الجزائر ومنتخب كبير احنا ربينا الجمهور المصري ان هو النهارده فيتوريا خسر امام سيراليون بكره لازم يمشي طب انت بتمشي كان تقريبا 4 مش 3 4 كمان 4 انت خسرت 4 كمان انت كسبت الجزائر 3 وخسرت من تونس 4 ادي حوار رياض بقى بهذه الثقافه خلي بال حضرتك من حاجه برضو ما حتى وان كان الراي العام كده لازم يكون في ناس في المراكز اللي هي صاحبه القرار مش كده يعني انا مش مفروض انساق للراي العام اللي هو برضو ما عندوش منطق او خبره لا هو يعني على الاتحاد لا هي مش هو مش بينساق للراي العام هو بيطلع كبش الفدا اللي يخلي الاعلام والجماهير ما يهاجموش هو ما هو انا ما الراي العام مفروض في الاول وفي الاخر ما يعني ما يهمنيش لدرجه ان هو يؤثر على قراراتي لطالما انا في مركز انا طلع اتحاد الكوره بعد اخر مباراه ما بين مصر والسنغال في السنغال وما رحناش كاس العالم مش كان في لقاء ما بين دكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه وجمال علام جوه غرفه خلع ملابس منتخب مصر وكان محمد صلاح كانوا خلاص في حاله بكاء والنني وقال لهم انتوا رجاله وهتكملوا والمنتخب ده هنبنيه والمنتخب ده مكمل وطلع اتحاد الكره قال كارلوس كيروش مكمل بعد ده ايه اللي حصل؟ مين اللي كبش الفدا؟ مين اللي مشي؟ مين اللي قال لهم على السلامه؟ كان كارلوس كيروش بالمناسبه انا عايز اسال سؤال برضو ما هو انا ليه في اتحاد الكوره عندنا المصري متوقع ان احنا هنلومه على النتائج؟ ما هو انت اديني اداره جيده ووفر لي مدير فني جيد ما هو اللي مختار المدير الفني فطبيعي انك هتهاجميه هو مين قال كده على فكره والعالم كله مش المفروض ده اصلا يكون بيحصل عادي على فكره المفروض يعني المفروض ان الاختيار بيتم عن طريق اتحاد الكوره حلو ان هو بيجيب مدير فني خلاص الراجل بقى هو اللي بيتحمل اللي جه ده انا الراجل اللي بيتحمل بس في النهايه لما انا وانت نتفرج ان الراجل ده لا يليق باسم منتخب مصر هتقول مين اللي جابه لا مش هقول على فكره بالعكس انا هقول لما يبقى التيرن اوفر عندي ثلاث مديرين فنيين لمنتخب في موسم واحد ده اللي مش طبيعي ده اللي الوم فيه واقول دي اداره مش مظبوطه انا معاكي لكن التاني ده الوم فيه اتحاد خلاص ما اصل انا ممكن اختار واصيب او لا ما ده طبيعي يعني ده بيحصل فكرك ممكن نوصل لمرحله ان المنطق يبقى هو اللي سائد وان واحد زائد واحد يساوي اثنين ونفعل خاصيه الثواب والعقاب كل واحد من اصحاب القرارات لما ياخد قرار يتحاسب عليه وعلى نتائجه وعلى اللي حصل جراءه بعد كده بدل ما نعمل مجهود كبير في ان احنا ندور على كبش فدا عشان نسكت الجماهير طب اقول لك حاجه احلى من كده مصدر الازعاج بالنسبه لنا اقول لك حاجه احلى من كده مش عشان احنا قاعدين في قناه الاهلي ومش علشان خاطر احنا بنتكلم عن الاهلي عشان طالعين في قناته بشكل كويس بس هو ليه النادي الاهلي ناجح؟ هو ليه النادي الاهلي بابع افريقيا؟ يعني اسباب هو ليه النادي الاهلي بيجيب مدير فني حتى لو كان متواضع المستوى بيعمل له تاريخ؟
هو كان مين ماله الجزئيه قبل ما يجي النادي الاهلي؟ صح مارسيل كولر، صح موسيماني، كل حتى لو موسيماني عمل مع احترامنا يعني صولات وجولات مع سان داونز، مع احترامنا كون مديرين فني، ولكن هناك اداره في النادي الاهلي بتستطيع ان هي تختار المدير الفني المناسب لتاريخ القلعه لا الحمراء. وبتساعده يعني، واذا ما فشل هذا المدير الفني او تراجع مستوى اداء الفريق معاه، بيكون هناك وقفه من قبل اداره النادي الاهلي عشان توجهه او تختار غيره بالشكل اللائق. بس في الوقت ده ليه ما بيحصلش عن طريق المنتخب؟ الوقفه دي بقى احنا مضطرين نقفها دلوقتي عشان نطلع فاصل ونرجع نكمل الكلام. خلينا نكمل فعلا النقطه دي مهمه. طيب رجعنا عشان نكمل دردشتنا، والحقيقه يعني للاسف الشديد احنا عندنا 5 دقائق بس يعني متبقيين على نهايه الحلقه، وعندنا بتاع 50 ملف عايزين نفتحه معاك. طب نتصرف ازاي في الورطه دي؟ والله ما نتكلمش في حاجه منها. سؤال وهتلاقي الكبسوله في 30 40 ثانيه. طب انا عايزه اكمل الملف اللي فتحناه قبل الفاصل بصراحه، لان هو مهم جدا، واحنا بنتكلم على التيرن اوفر اللي عندنا وفكره خوف ان انا حد يلومني فبعلق الشماعه على غيري، ودي السلسله المستمره معانا سنوات طويله جدا بتؤدي في النهايه ان انا ما بقدمش حاجه غير ان انا بتنصل بس من المسؤوليه، وده غلط. ومش بتكلم كده على كل المسؤولين طبعا، في ناس محترمه جدا وبتتحمل المسؤوليه، بس لغايه امتى؟ ما هو انا لما اجي اقول اصلاح منظومه واجي اقول واقول اصل المغرب اصل دول ومنتخبات وعدتني وبتاع، طب ما انا محلك سر، نفس المشاكل اللي بتواجهني النهارده بتواجهني بكره السنه اللي بعدها، فليه انا شايفه في اختلاف طالما انا ماشيه بنفس السيستم؟ يعني هتوقع نتيجه مختلفه ليه؟ بص اقول لك على حاجه، خلينا نبتدي بحاجه ومش مجامله والله، هو مش الرئيس عبد الفتاح السيسي قال لهم المدير الفني الوطني هيبقى افضل؟ مش ده كان مجمل كلامه؟ ده الشعب كله بيتفق على النقطه دي اصلا. هايل. نفسنا هايل. هل الشعب المصري ده ما فيش فيه مليون محمد صلاح؟ بالتاكيد برضه متواجد موجود. احنا الفكره عندنا يا جماعه، احنا ما بنبصش كويس وما بنديش الفرصه لحد ان هو يؤدي بالشكل المطلوب خالص نهائيا. فانا النهارده لما اجي اخد مدير فني اجنبي واسيب المدير الفني الوطني واجيب اجنده عشان اذاكر فيها واشوف مين اللي يليق باسم منتخب مصر، انا لازم اتحمل المسؤوليه. لازم اتحمل المسؤوليه، فاختار مدير فني كفء ما دام انت جايبه على مسؤوليتك واديله فرصته. النهارده خلينا نتكلم على ارض الواقع اللي احنا فيه بسرعه عشان لما نخش قضيه ثانيه بعديها على طول. انت هتعمل ايه مع فيكتوريا؟ لو سمحت يا اتحاد الكوره، لو سمحت يا اعلام، لو سمحت يا جمهور مصر، ادي الفرصه لفيكتوريا ان هو يعلن عن ذاته ويقرا الكره المصريه كويس جدا ويقرا منتخب مصر كويس جدا وامكانيات اللاعبين سواء المحليين او المحترفين كويس جدا، وادي له فرصته. هو يمكن طيب. ده محقق في العقد بتاعه لان هو ينتهي 2026، فثلاث سنين في استقرار شويه. ده حقيقي. اذا خلاص انت النهارده عملت اجنده محترمه واتكلمت بشكل احترافي متطور ان انا يا جماعه هو جايب لكم مدير فني يقعد 3 سنين، هنلعب معاه تصفيات كاس الامم الافريقيه، تصفيات كاس العالم، هنلعب كاس الامم الافريقيه ونشوف احنا رايحين فين، عشان ساعتها نقول فيكتوريا هل هيكمل مع منتخب مصر ويبقى احد المشروعات الناجحه بالنسبه لاتحاد الكوره والكره المصريه. اذا هو متواجد معانا ووصلنا للمبتغى اللي بقى لنا سنوات بندور عليه. انت شايف ان هل السيناريو هو الاقرب لانه يتحقق الفتره اللي جايه؟ اذا في ضوء اللي شفته مع فيكتوريا او من فيكتوريا؟ لا ما شفتش حاجه. ما شفتش حاجه. الله؟ ما شفتش حاجه. الله، بعد كل ده انا لسه لم ارى قوه المنتخب المصري اللي انا بحلم بيها، لسه لم ارى المدير الفني الكفء اللي يليق باسم منتخب مصر، لكن هشوف ده من خلال التصفيات الافريقيه المؤهله لكاس العالم، وهشوف ده في كاس الامم الافريقيه اللي جايه، هعرف منتخب مصر فين، هعرف روي فيكتوريا فين، هعرف اللاعبين المحليين والدوليين المحترفين بره يستحقوا ان هم انا متفائله افريقيا قوي، ما اعرفش ليه. طبعا لازم نتفائل يعني مع فرصتنا. انا شايفه انت منتخب مصر وعندك قماشه محترمه ومدير فني جيد حتى هذه اللحظه، بس عشان ما نفرطش في الاحتفالات، اصل احنا يا جماعه بنطلع نهلل بسرعه قوي، بنطلع نفرح بسرعه قوي، بنطلع نحلم بسرعه قوي، وصباح النصر وصباح، مش قصدي ان انا اسخر من اللي وبيتكلم على المبدأ نفسه. احنا لازم نقول احنا الحالة بتاعتنا كده يا جماعة، احنا بنفرح في الفرحة في الانتصار، بنفرح وبنهلل، وبيبقى عشان بيبقى متعشمين بزيادة وعندنا امنيات بزيادة. خلي بالك احنا عايزين نفرض ده، عندك جمهور مفرهد بقاله سنين طويلة طبعا، دي حقيقة فيما يتعلق بمسألة المنتخب طبعا. صحيح. الناس بتتلكك عشان تفرح، لا ومحروق دمك وكان نفسك توصل لكأس العالم، وانت عندك برضه السنغال نكدت عليك، وكان نفسك تاخد كأس الأمم الأفريقية والسنغال نكدت عليك، لا انت كان عندك أزمات كتيرة، وانت كنت بتخسر برضه البداية بتاعة التصفيات بتاعة كأس العالم، وده كان مختلف ان انا دلوقتي عايز اقول لك بالعكس كمان، المباراتين الأوائل يعني بالعكس كمان، لما بتطلعي تقولي صباح النصر للناس الصبح بتبقى حاجه ايجابيه جدا وحاجه بتفرح الناس جدا، والناس محتاجه تفرح بقى لها سنوات، والناس بتحب الكوره تتفرج عليها، وكله كان بيهلل مع المنتخب، فلما بشوفك انا كمشاهد بفرح، لذلك انا بقول لك انت عندك حق، ولكن مش عايزين نفرح صباح النكد يعني، ما ينفعش، ولكن نتمنى بقى ان ده، نتمنى ان احنا ما نفرطش في هذه الفرحه، نعرف بس احنا واقفين فين ونستمر على ايه، احنا على هذا الامر نتفائل لكن نحلل ونتكلم بمنطق يعني، لكن ده لا يتعارض مع ده، لكن اصدر صوره
سلبيه وابقى متحفظ قوي اتكلم كمان في امور فيها مشاكل طبعًا. اكيد ده مش معادله سليمه. وبعدين وبرده عشان الناس تبقى فاهمه انا ليه بتكلم، انا مش بهاجم ان انتوا بتقولوا صباح النصر، بالعكس لا ان انا بشوفكم بتفرحوا وفي نفس الوقت بتحللوا بالمنطق 100%. وبتهاجموا وبتنتقدوا وبتتكلموا ده جنب ده عشان بس نعرف احنا واقفين فين يا جماعه. فهي دي الفكره، ادي فيكتوريا وقته، شوف القماشه دي هتروح على فين لمنتخب مصر. انت امام جيل جديد قادر فعلا ان هو يستعيد البطولات ليك انت كشعب مصري، ما يحرقش دمك. نشوف احنا واقفين فين، نتفرج على كاس الامم الافريقيه بالزبط. وبعدها نقعد نحسب حساباتنا وندي الفرصه لروي فيكتوريا عشان نقول له باي باي فيكتوريا او شكرا لحسن تعاونكم معنا. بس بعد انتهاء عقده، بعد انتهاء عقده طبعا طبعا احنا وقتنا انتهى للاسف. يا دوب نلحق نشكرك على وجودك معنا، نورتنا. ميرسي دبنوركو، وبقول للناس تتفائل مع منتخب مصر وان شاء الله نبقى متواجدين مع بعض ونيجي في كاس الامم الافريقيه ونسقف ونقول صباح النصر برده بشكل محترم جدا، لان المنتخب ده يستحق. انا اعتقد ده واتفق معاك، وباذن الله خير الفتره اللي جايه، وباذن الله روي فيكتوريا يشتغل كمان على المشاكل الموجوده اللي هي ظهرت يمكن في مباريات سهله وده الافضل لينا، لكن باذن الله يتم يعني التركيز عليها وتداركها مع اللي جاي، لان اللي جاي اكيد اصعب كتير. نشكر حضراتكم على متابعتنا، نشوفكم بكره ان شاء الله.